ولمزيد من النقاش والحديث حول استهداف القطاع الزراعي في العراق ودور الميليشيات فيها والهدف من هذا الاستهداف الذي يتزامن مع فصل الصيف من كل سنة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. مرحبا بك معنا شيخ فايز. حياك الله، حياك الله ومرحبا، تحياتي. يعني كما هو معروف شيخ فايز، حالة قطاع الزراعة في العراق من سيء إلى أسوأ، لا سيما في حزام بغداد. نحن نتحدث عن هذه المناطق وفي نينوى أيضا وفي غيرها من المناطق المعروفة والتي شهدت عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة. كيف يمكن أن نفسر عدم وجود خدمات حكومية واهتمام ومحاولة كف الأذى عن هذه المناطق؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى كل الأحرار في العراق. حياكم الله. فيما يصب في هذا الموضوع، هي كل هذه الأمور تصب في قضية واحدة، أي هو تصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية التي جاء بها خميني عام 1979 واعتمد ما بعد 2003 على أدواته من سياسيين ورخيصين ومأجورين، وبالتالي ما يجري في هذه المناطق من تخويف وترهيب وإنهاء الزراعة يصب في حالتين: أولا تخويف أبناء هذه المناطق وتغييرهم من أجل وترحيلهم من أجل التغيير الديمغرافي، وثانيا إضعافهم اقتصاديا من خلال محاربة مزارعهم وقضاياهم الاقتصادية. وبالتالي هذه الأمور عندما تتكامل تجزع أبناء هذه المناطق مراد إجزاء هذه المناطق وتخويفهم ونزوحهم من أجل إكمال ما يسمى بمشروع التغيير الديمغرافي. نعم. وتصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية التي جاء بها الملعون. نعم. الخميني. بحسب شهادات الأهالي هناك فإن جهات متنفذة تقوم ب التحكم بالأراضي الزراعية، تتحكم فيها وتجبر الأهالي على بيع تلك الأراضي بأسعار زهيدة. من تلك الجهات باعتقادكم؟ يعني بكل تأكيد هي الميليشيات والأحزاب المسيطرة على هذه المناطق بالتعاون مع بعض الرخيصين والمأجورين على حساب أهلهم بهذه المناطق، يعني يعتمدون على بعض الأشكال هذه الميليشيات وهذه الأحزاب من أجل ضخ سيولة واستغلال هذه المناطق وعوزهم من أجل بيع أراضيهم، وهذه أحد الأسباب بالإضافة إلى ترهيبهم وتخويفهم ووضع يعني خلق أزمات في هذه المناطق واتهام بعضهم تارة بداعش وتارة بالبعثيين من أجل تخويف أبناء هذه المناطق وترحيلهم وتغيير ما يسمى بالتغيير الديمغرافي وتصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية التي تعتمد عليها أدوات إيران على أدواتها من أحزاب وميليشيات وبعض المتعاونين والمحسوبين على هذه المناطق من الوجوه المأجورة والرخيصة. نعم. هل يمكن ربط ما يحدث من تضييق على الفلاحين في تلك المناطق مع الاستهداف الموسمي، التهام حرائق تلتهم محاصيل مختلفة ولا سيما من المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير؟ في كل عام لدينا نفس المشكلة باستهداف هذه المحاصيل، هل ثمة ربط بين هاتين القضيتين؟ يعني بكل تأكيد، وحتى الربط حتى في داخل المدن، ومنذ 2003 لم تشهد أي دولة في العالم كثرة التماس الكهربائي بآلاف الحالات، وهذا يبدو بأنه كل الجميع مفتعل سنويا لحرق هذه المزارع ولإضعاف أبناء هذه المناطق من أجل ترحيلهم من هذه المناطق والحفاظ على الخط الإيراني الرابط في هذه المناطق وصولا إلى المحافظات الغربية ووصولا إلى سوريا ثم إلى لبنان. إذن الترحيل هو الهدف من التضييق على المزارعين والفلاحين في تلك المناطق شيخ فايز. السؤال الآن عن كيف يواجه الفلاحون وأصحاب وأهالي تلك المناطق هذه السياسات وهذه الإجراءات، إجراءات التضييق، يعني ما هي عوامل صمودهم التي تجعلهم مرتبطين بهذه الأرض على الرغم من كل هذه الإجراءات؟ يعني أنا أعتقد وكل عاقل بأنه على أبناء هذه المناطق الصمود ووحدتهم ووحدة كلمتهم
والدفاع عن أراضيهم، لأن هذا حق شرعي وقانوني وحق عرفي عشائري. وإحنا بكل تأكيد العراقيين تحكمنا ثلاثة منظومات: القانون والشرع والعرف، وهذه المنظومات تقر الدفاع عن النفس وتقر التمسك بأراضيهم أسوة ببقية الأراضي المغتصبة، أمثال قضية أمثال الأراضي الفلسطينية وغيرها، الذين صمدوا من عام 1948 على أبناء هذه المناطق أن يصمدوا وأن يتوحدوا وأن يحاربوا حتى المندس من قبلهم أو المتعاون مع هذه الميليشيات ومع هذه الأحزاب بأسلوب حضاري أو إقناع أو تثقيفة، بحيث يعود ويرجع إلى نخوة أهله وغيرته ومناطقه. أين تقف الحكومة باعتقادكم من هذه السياسات؟ يعني بكل التأكيد الحكومة هي مجموعة من أحزاب وميليشيات، وخاصة بعد انتخابات 2008 دخلت الميليشيات في قبة البرلمان وفي السلطة التشريعية والتنفيذية، وبكل تأكيد هذه الميليشيات والأحزاب هي ولاء مطلق إلى إيران، وهم يتحدثون عبر الشاشة، فبالتالي هم جزء مهم من هذه المسيرة التي تجري في هذه المناطق من ترحيل وتخويف وترهيب واتهامات من أجل تنفيذ ما يسمى بالمشروع الإيراني أو إنهاء ما تبقى من المشروع الإيراني، لأنه بدأ منذ 2003 لكن يبدو يجب إكمال هذه المشاريع الإيرانية عن طريق أدوات من الأحزاب والميليشيات والوجوه الرخيصة التي تحسب على جميع المناطق. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش، شكرا جزيلا لك.